بسم الله الرحمن الرحيم. يس يس. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخيركم على بعضكم بقدر اقراكم حلقه جديده. طبعا اليوم جايبكم لعبه كلاش رويال وحنلعب حرب القبائل مع صديقي يوسف. قبل ما نروح ليوسف خلينا نفتح لكم هاي الصناديق اللي عندي. ابو شيء افتح لكم الصندوق المجاني. اوكي، مجوهرات، كوخ البربري، تسلا. بني ما نحتاج نسل، نقول صندوق المجاني نفتح من جديد. الذهب، اوكي، صاروخ ما احتاجه، تسلا ما احتاجه. اوكي، هو دائما تطلع شغلات بتفارغه. نفتح صندوق التاج، اوكي، ذهب، جواهر، ميجا منيون ما استعملهم، برج القنبله ما استعملهم، حشد المنيون اي احيانا استعملهم، حراس هذول تلتزمهم وتحطهم بالمجر لان ما استفادوا عندهم ابدا يعني. اوكي، هسه خلينا نفتح الصندوق البنفسجي هذا، يطلع بيه البطاقات ممتازه بس. اوكي، هاي المئة انا استعمل ال شو اسمه، عفوا، حشد، مو الحشد بس السكلتون، ليش السكلتون. اوكي، ممتاز، جيد. خلينا نفتح واحد من الصناديق، يلا انا متحمس واعرف كل شيء حتى تطير اسطوري. اوكي، الذهب حلو، عملاق ملكي ما استعمله، مو مشكله. أوه، هذا ذبب الزبل، جيد، ما استعملهم. ما استعملهم. بيجا مينيون شباب راح استعمل. اوكي، لا جيش هياكل عظميه. اوكي، مو مشكله، استعملهم. خلينا نفتح بالله الصندوق، تقولون هذا حسميه صندوق الفستقي، لا صندوق حب، لا صندوق الفستقي. انا متامل خير، متامل خير، ذهب. اوكي، متامل خير، متامل خير، عملاق ملك ما احتاجه، غيلان ما احتاجه، متامل خير، بقول لك متامل خير. انا اعرف اليوم راح يطلع اثنين اسطوريات، يطلع لي اسطوري، اسطوري. اوكي، يعني المهم، اوكي، هذا راح افتحه بنهايه الحلقه، برا ما نهجماني هجماني و كلاش رو. انا اول ما نهجم هجماني ويوسف جوست، ورابط قناه الوصف. اول ما نلعب الهجمه، نهجم هجمه مال القبائل، نطهرهم ونرجع نلعب، او نرجع نفتح هذا الصندوق. مش بي. اوكي شباب، رجعنا لكم مع جوستي بعد ما فتحنا لكم بعض الصناديق والصندوق الاخير مال الوحش الخنفشاشي اللي حيطلع لي ما اعرف شنو بعد البطاقه الاسطوريه، حنشوفها من نهايه الحلقه. بالبدايه احب اقدم لكم وياي جوستي، راح نلعب اليوم اللعبه. شلونك حبيب جوستي؟ ويلكم براتون. هلا ويلكم. طبعا ما صورنا الحلقه يعني قلت احبك. اوكي، يمكن الف مره. وي والله حمد سمو حمزه باطوان، جيت بوقته. الله جيت بوقته كليكم، والله جيت بوقته. والله حمد سمو بوحده باطوان، هلا طشه دباع هبل، شلونه دباع نزلت لهم هبل الخنفشاشي، جيب الهبل حطيهم عشان ذب همي عشان. يلا هاك هاك، لعب لعب لعب، راح راح راح، لا لا كذا خليه، راح راح راح. اي لكي اي اللي سمعك يقول اجا غير شيء لكي، راح سكي. اوكي، خلص خلص، خلينا نزل، خلينا نزل. اوكي، باي باي، سحله وبعطوان العب فيديو. هسه عندي عملاق معفن. اوكي، حطها هسه الدبه على يمنه، لا بعطوان على يمنه. يلا انا ادعمك يا منها على يسرى في هجوم، ادعمه بس يبقى ينسحك. نطلع قبل، عندي عندي ساحر، عندي ساحر ثلجي، ساحر ثلجي. يلا يلا اطلع قبل، اطلع قبل، اطلع قبل، اطلع قبل. روح 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 فالك، روح فالك. يلا مو مشكله، مو مشكله، شيل قال حط الكل. عند انفيرنو دراجون مخه الشغله هاي، باش صار بيهم دول خطيه. روح روح روح، تم التطهير بنجاح. بس خلي دبلي، خلي دبلي سكلتون حتى ذبله كهرباء، نتلو انت للجابه من دراجون على عماله. يريد يرد بس يخاف. والله يخاف، يخاف من شاف السحر الكهربائي. دام خاف، طار 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 البرج، طار البرج، طار البرج، طار بعطان، طار البرج. يا بعطاني انت طير الزين. شفت شباب، او تعرفون التطهير الزين. اوكي شباب، بعد ما طهرناهم هسه راح نفتح هذا الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يس 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 يس، انا البطاقه وعدي. جيت خايف لو تجيني بطاقه يعني مثلا اميره ثالثه او تنين او شنو، بس هذا حطوه. جد منتظره، جد منتظره بشده. واو، فستق، جيد جيد جيد. باع 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 باع، شو شغوانه، وين 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 لك هلأ حبيب امك ما تقبل من حاكي. اوكي، غلس، غيرت الاغنيه كلها. دمر ذيك ويقطع الاشجار في النهار ويصطاد الجذع في الليل. شنو؟ دجاجه الغضب تنسكب في اي مكان عندما يموت.
الله هذا طالع منك شوية هنا اسطوري طالع منك يسمونه بس غلس. اوكي لك انت يا رادن خديك فد تشكيله فستقيه. اوكي شباب حثبت له ارتب له في التشكيله مرتب ونلعب. اوكي شباب وصلنا لنهايه الحلقه شباب عجبتكم لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم على بعطوان وان شاء الله الاسبوع الجاي او بعد يومين ثلاثه اذا وصلت هاي المشاهدات فوق ال 70,000 نقول ننزل لكم حلقه ثانيه هم من قبائل حرب القبائل اني وصديقي يوسف. بعض حيقول ليش ما تلعب مع باس ستوب او مع الشاي وهذا اللي اذا تريدون نلعب مع هذا الشخص اي شخص تريدوه اكتبوا له بالتعليقات مثلا فلان يوتيوبر العب مع ابو عطوان العب مع ابو عطوان اكثر من حساب حتى ينتبه اذا قال لكم اوكي ما عندي مانع حلعب وياه حتى اني اتراسل وياه. هاي نهايه الحلقه مع السلامه باي. طبعا لا تنسى مراجعه اخر اربع مقاطع.